ما حكم من يصلي ويقرأ القرآن في شهر رمضان فقط؟ ليس له صلاة وليس له دين ولا إسلام. اللي ما يصلي إلا في رمضان هذا ليس مسلما. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، قل جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون. لا بد من المحافظة على الصلوات. أما اللي يصلي وقت ويخلي وقت هذا ليس مسلما. وإذا كان لا يصلي طول السنة إلا في رمضان هذا ليس مسلما، أو ما يصلي إلا يوم الجمعة هذا ليس مسلما.